معاكم عزوج من فيديو جديد يوم الخميس 21 سبتمبر. طبعا يا جماعة عايز اكرر اقول لكم يا جماعة فاضل 300 مشترك لحتى اوصل ل 3000 مشترك. فاضل 300 مشترك فقط حتى اوصل. انا مفروض اوصل اكتر من كده بعد كل الفيديوهات اللي بنزلها. النهاردة يا جماعة اتكلم عن الواحد. النهاردة اقسم بالله قابلت ناس النهاردة كبار سن، اقسم بالله كده قابلت ناس كده النهاردة يحترموك وتحترمهم، بيعملوا رياضة. شوفوا قد ايه، رغم انهم بيعملوا رياضة يحترموك وتحترمهم ويبتسموا لك وتبتسم لهم. اقسم بالله النهاردة شفت اخلاق كده مع ناس كبار، مع ناس كانوا بيعملوا رياضة النهاردة. الله ينور يا كابتن، الله ينور. ايه الحلاوة دي؟ والله بنقابل ناس روحهم حلوة، بنقابل ناس قلوبهم نظيفة، عندهم احترام وكلام كويس يريح البال. هي دي الناس اللي احنا، الناس اللي روحها حلوة، الناس الكويسة اللي قلوبها حلوة نظيفة، تحترمك وتحترمهم رغم انهم مش عارفينك ولا هم يعرفينك. لو كانوا يعرفوا عزوز كانوا زمان. بقيت بجري مع فرقه دلوقتي وبيجروا مع عزوز دلوقتي. فاحنا بسم الله ما شاء الله اهو بنشوف ناس حلوه، عمال ايه بنشوف ناس اخلاقها سيئه. ليه؟ اللي يغلط واللي يقول ادبه واللي عنده حقد واللي عنده مش عارف ايه واللي عنده بلاوي زرقاء. لازم كده ننتف قلوبنا كده من الحقد والكلام ده، خلينا حلوين شويه. ده حتى ربنا ما قالش كده يا راجل. شكرا.